انتوا فاكرين احنا كنا بناخد ايه ولا نسيتوا مع الاجازه بتاعه العيد والفسحه واللعب؟ فاكر كنا بناخد الاشتراك اسمه انسى، مش فاكرة؟ فاكرة اسمه ايه بس انا عارفة احنا كنا بنعمل ايه. كنا بنعمل ايه طيب؟ الحضارة ايه؟ اللي انت كنت بتضلنا بتاع ده اللي انت كنت بتقولنا ده كان بيتحرك ده مين اللي كان بيتحرك؟ كل اللي انا فاكره هو بس احنا لعبنا كتير في العيد. انتوا لعبتوا اما كتير في لعبنا العيد؟ طب تعالوا نلعب تاني دلوقتي. احنا فاكرين لعبنا قبل كتير في وبعد ولا العيد. نسيتوا؟ فاكرين قبل وبعد اخدناها ولا ما خدناهاش؟ نعم نعم. نعم يا مروي، فاكرين الأرقام لما كنت بقول إن الواحد بيجي بعده الاتنين، انت الأول اللي الصفر كنت بيجي الأول، بعد الصفر بيجي الواحد، بعد الواحد بيجي إيه؟ الاتنين، بعد الاتنين بيجي مين؟ تلاتة. بعد التلاتة ايه؟ أربعة أربعة. بعد الأربعة خمسة بعد الخمسة، ستة وبعد الستة سبعة ها ثمانية تسعة تسعة عشرة 10 بقيت ايه؟ 20. تعال نكتبهم لأننا واقفين عند 20. بعد ماشي. العشرة بيجي الحداشر، بعد الحداشر الاتناشر، بعدها التلاتاشر، بعدها الأربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين. بصوا بقى، لما أجي أقف هنا عند الواحد، قبل الواحد جه مين؟ قبل الواحد جه رقم مين؟ ركزوا معايا. مين الرقم اللي جه قبل الواحد؟ اللي قبله الصفر، اللي قبله الصفر، اللي قبل الواحد جه الصفر. قبل الواحد جه ايه؟ جه الصفر. طب بعد الواحد؟ جه الاتنين. برافو عليك. طب لو وقفت عند الاتنين قبل الواحد ثلاث ايه؟ لا، لو وقفت عند الاتنين اللي قبل الواحد رقم ايه؟ اللي قبل اتنين، اسفة، اللي قبل اتنين رقم ايه؟ رقم واحد. اللي بعد الاتنين رقم ايه؟ تلاتة. يبقى الاتنين قبلها واحد وبعدها تلاتة. طب التلاتة قبلها ايه وبعدها ايه؟ ها، اللي قبل التلاتة ايه؟ اثنان قبل الثلاثة اثنان قبل التلاتة اتنين، وبعدها بعدها ثلاث بعدها نص الثلاث بعد التلاتة.
انا بتكلم، انا واقفه عند الثلاثه اهو، انا واقفه عند الثلاثه، قبلها ايه وبعدها ايه؟ أربعة اثنان وثلاثة اثنان اللي وأربعة بعدها ايه؟ التلاتة قبلها اتنين وبعدها ايه؟ أربعة أربعة. برافو عليك. طب الأربعة قبلها ايه وبعدها ايه؟ هاي رقية. بعد الثلاثة، بعد الأربعة، ثلاثة وخمس، بعد الأربعة ثلاثة وخمس، بعد الأربعة قبلها ثلاثة وبعدها خمسة. طيب الخمسة قبلها ايه وبعدها ايه؟ قبلها وبعدها خمسة، قبلها ست، واللي لا، وراها اللي قبلها أربعة، اللي ثلاثة. قبلها ستة، اللي قبلها أربعة، اللي بعدها ستة. لا، قبلها أربعة، واللي بعدها إيه؟ خمس، اللي بعدها ستة. أنا واقف عند الخمسة، عاملة دايرة عند إيه؟ عند الخمسة. قبلها إيه؟ واقف قبلها إيه؟ أربعة. واقف قبلها أربعة وبعدها واقف إيه؟ الستة. طيب رقم ستة واقف قبلها ايه وبعدها ايه؟ واقف قبل الستة رقم ايه وواقف بعدها رقم ايه؟ ها؟ يا رقية، بعد الستة خمسة، الخمسة واقفة، بعد الستة الخمسة لا، اللي وراها، بعد الستة واقف الستة سبعة، اللي قدام، قبلها واقف. ركزي معايا يا رقية، اللي قبلها ده اللي على يمينها، واللي بعدها اللي على شمالها. قبلها مين؟ يبقى على يمينها مين؟ الخمس، وعلى شمالها ايه؟ السبع. يبقى قبلها خمسة وبعدها سبعة. يبقى قبل الستة ايه؟ وبعدها ايه؟ سبعة، سبعة. طب قولي لي السبعة لوحدك، السبعة قبلها ايه وبعدها ايه؟ انا بقول قبل السبعة ايه؟ بقول رقم ايه قبل السبعة؟ ستة. يبقى قبلها ستة. طب بقول ايه بعد السبعة؟ ثمانية، يبقى بعدها ايه؟ بعدها الست، لا، انت قلتي بعد وقدام السبعة ايه؟ بعد السبعة انت لسه قايلة ايه؟ بتقولي ايه بعد السبعة؟ يا رقية، ها، السبعة قلنا قبلها ايه وبعدها ايه؟ ستة وبعدها ثمانية،
يبقى قبلها 6 وبعدها 8. طب رقم 8 قبلها ايه وبعدها ايه؟ بعدها السبع، بعدها السبع، بعدها لا والجمعة قبلها ايه؟ قبلها ايه؟ قبلها التاسع، قبلها التسعة كمان. كمان قبلها، قبلها 9، لا بعدها 9. انا بقول قبل الثمانية ايه؟ بقول قبل الثمانية ايه؟ قبل 8 7، بعد 8 9، يبقى قبلها 7 وبعدها 9. برافو عليك. طب التسعة قبلها ايه وبعدها ايه؟ قبلها 8، قبلها 10، لا العكس. قبلها 8، ايوه وبعدها ايه؟ بعدها 10، بعدها العشر. قبلها 8 وبعدها 10. العشرة قبلها ايه وبعدها ايه؟ بقول قبل العشرة ايه وبعدها ايه؟ عشرة، 9، من قبل 10 9، يا ناس، قبل العشرة 9 وبعدها وبعدها 8، بعدها بعد العشرة ايه؟ بقول بعد العشرة 8. بعد 10 9، بعد العشرة بقول بعد العشرة 9. لما اقول 10 9 10 9 8، لا احنا كده بنطلع بنرجع، مش بنعد. بقول بعد العشرة ايه؟ بعد 10 9، من بعد 10 9، لا مش بعد العشرة 9. بعد العشرة بقول ايه؟ تمام، انا من بقول بعد العشرة ايه؟ بقول 9 10 ايه؟ 9 10 8، من ازاي 9 10 8؟ بعد العشرة بقول ايه؟ هذا بعد العشرة ايه؟ 11. هذا يبقى قبل العشرة ايه؟ 13، لا قبل العشرة رقم ايه؟ 8، ركزي انا كاتباهم قدامك. قبل العشرة ايه؟ انا 8، قبل ما اقول العشرة بقول رقم ايه؟ قبل ما اقول قبل العشرة 10 9، 9. وبعد العشرة بقول رقم ايه بعد ما اقول رقم 10؟ 8، تاني بعد العشرة ايه؟ 9، بعد العشرة ايه؟ 9، يا رقية لسه مامي قايلين مامي بعد العشرة ايه؟ رقم ايه اللي احنا لسه قايلينه بعد العشرة يا رقية؟ 9،
لا يا رقية، قلنا قبل العشرة تسعة، بعد ما بقول عشرة بقول رقم ايه؟ ثمانية. يا رقية يا جودي، بعد ما بقول عشرة بقول رقم ايه يا جودي؟ 11. يبقى بعد العشرة 11، قبل العشرة تسعة. طب هاجي عند رقم 11، قبل الـ11 قلت رقم ايه؟ قبل ما اقول 11 قلت ايه؟ هيا يا حلوين، قبلها قبل ما اقول 11 قلت رقم ايه؟ انا قبل ما اقول الـ11 قلت رقم ايه وانا بقول الاعداد دي؟ جودي انت مركزة معايا؟ انت شغالة ايه يا جودي؟ جودي انت بتلعبي في حاجة؟ انا سامعة صوت، مين فيكو بيلعب؟ انا بلعب شكلي. قبل الـ11 قلنا ايه؟ قبل ما قلت رقم 11 قلت رقم ايه؟ ده بعدها قلت 12، بس قبل ما اقولها كنت بقول رقم ايه؟ مين اللي قبل الـ11 على طول؟ مين الرقم اللي قبل الـ11 على طول؟ مين الرقم اللي قبل الـ11 على طول؟ حداشر. العشرة، مش العشرة قبل الـ11 على طول؟ لا يا لا أصلا. بقول 10 11 12، يبقى الـ11 قبلها 10 وبعدها ايه؟ 12. طب الـ12 قبلها ايه وبعدها ايه؟ مية. الـ12 قبلها رقم ايه وبعدها رقم ايه؟ الرقم اللي بقوله قبل الـ12 يا رقية انت وجودي، ها الرقم اللي بقوله قبل الـ12 لسه قايلين اللي قبله، اللي قبله مش اللي بعده، اللي قبله كان ايه؟ اللي قبل الـ12، قبل ما اقول 12 بقول رقم ايه؟ 11. برافو عليكي، يبقى الـ12 قبلها 11 وبعدها ايه؟ بعدها رقم ايه؟ 13. طب صحصحوا معايا يلا، رقم 13 قبلها ايه وبعدها ايه؟ قبل ما اقول 13 بقول ايه؟ ها هو ايه 100 دي؟ احنا لسه وصلنا ل 100 اصلا؟ اللي قبل ال 13 رقم ايه؟ افتح الكاميرا يا جودي، اللي قبل ال 13 رقم ايه؟ رقم ايه اللي قبل ال 13؟ مين الرقم اللي بقوله قبل 13؟ ماشي.
12. برافو. والرقم اللي بقوله بعد ال 13؟ اهو وقف بعدها، اهو وقف بعدها، اهو اسمه ايه؟ 12. الأربعة لما بتلعب مع الواحد بيبقوا رقم ايه؟ 14. 14. 14. طب رقم 14 قبلها كان رقم ايه لسه قايلينه؟ 18. 13. قبلها كان رقم 13 وبعدها رقم ايه؟ بعد ال 14 رقم ايه؟ الأربعة قبلها، ال 14 قبلها 13 وبعدها ايه؟ بقول ايه بعد ال 14؟ يا رقية انت وجودي. ال 14 بقول بعدها ايه؟ رقم ايه اللي بعد ال 14؟ 15. برافو عليك. طب رقم 15 بقول قبله ايه وبعده ايه؟ بعده 13 وقبله 16. لا، ال15 قبله ايه وبعده ايه؟ 15 قبله 13. لا، الخمسة فين بقى. الرقم اللي واقف قبل ال15 على طول؟ مين الرقم اللي واقف قبل ال15 على طول؟ 14. الرقم اللي واقف قبل ال15 على طول 14. طب الرقم اللي واقف بعد ال15 على طول؟ 16. برافو عليكي. انت فين يا جودي؟ طيب ال16 قبلها ايه وبعدها ايه؟ مين الرقم اللي واقف قبل ال16؟ هيا رقية انت وجودي. 15. شطور. قبل 16 15 وبعد 16 17. 17. ممتازة. طيب ال17 قبلها ايه وبعدها ايه؟ قبل ال17 مين اللي واقف قبلها؟ هي جودي. انت رقية. جودي انا مش سامعة صوتك، انت النت عندك وحش وانت مش فاتحة الكاميرا، انا مش شايفاكي. اللي قبلها 16. برافو. واللي بعدها 18. شطورة يا رقية. رقية هديك ستار، انت شطورة. طب ال18 قبلها ايه وبعدها ايه؟ بعدها 17. لا، قبلها، قبلها 17 قبلها 17 وبعدها وبعدها 19. شطورة. طب ال19 قبلها ايه وبعدها ايه؟ قبلها 18. برافو. وبعدها بعدها مين اللي واقف بعدها؟ مين؟ لا،
بعد 19 ايه يا جودي؟ مية. ما انا لسه قايل لا، بعد 19 ايه؟ عشرين. 20. برافو. طب يلا عشان اسألكم، يلا رقية، الأربعة قبلها إيه وبعدها إيه؟ أربعة قبل ما أقول أربعة بقول إيه؟ لأ أربعة بس، دي أربعة بس مش 14. أربعة بعدين ثلاثة. قبلها إيه الأول؟ قبلها إيه الأربعة؟ قبل الأربعة رقم إيه؟ بعد الأربعة ثمانية. الأربعة بقول قبلها رقم إيه يا رقية؟ لا رقم خمسة. قبلها بقول رقم إيه؟ قبل ما أقول أربعة بقول إيه؟ يا رقية ركزي، طلع أربعة على إيدك، شيلي منهم واحد يبقوا كام؟ إيه؟ اتبقى اثنين. إزاي؟ شيلي واحد بس، اهم من ثلاثة اهم. يبقى تلاتة، يبقى قبل الأربعة تلاتة. طيب طلع الأربعة تاني، زودي عليهم واحد يبقوا كام؟ أربعة. لا طلع أربعة، طلع الأربعة. بصي عشان أعرف اللي قبل واللي بعد، اللي أنا بقول لك إيه الأربعة، هطلع أربعة على إيدي، لو شلت منها واحد هيبقى اديني اللي قبلها، لو زودت على الأربعة واحد يديني اللي بعدها. زودت على الأربعة واحد طلعي صباع كمان، دول أربعة طلعي صباع كمان، يبقوا كام؟ يبقى بعدها خمسة، يبقى عشان أجيب أنا اللي كنت قبلها أحسب هشيل منها الأول واحد. خمس. ايوه ما انا قلت لك اللي بعدها، دي بتقولي اللي قبلها خمسة، لا اللي قبلها ثلاثة واللي بعدها أربعة، يبقى اطلع الرقم على ايدي بعدها خمسة اشيل منه مش واحد. أربعة. ركزي معايا يا جودي، هسألك دلوقتي يا جودي ركزي معايا، هطلع الرقم على ايدي هشيل منه واحد اديني اللي قبله، ازود عليه واحد اديني اللي بعده، ماشي يا جودي؟ رقم خمسة. اللي قبله واللي بعده رقم ستة، اللي قبله الستة واللي بعد الستة. جودي ركزي معايا، انتي باصة فين؟ انتي فاتحة موبايل وباصة فين؟ انتي بتلعبي في ايه؟ بس بظبط عدد. جودي قبل الستة كام وبعدها كام؟ قلت اطلع الرقم على ايدي اشيل منه واحد اديني اللي قبله، ازود عليه واحد اديني اللي بعده.
لا اللي قبلها كام؟ قبل الأربعة قبل الستة كام؟ قبلها كام؟ جودي اللي قبل الستة كام واللي بعدها كام؟ تسعة لا قبل الستة كام؟ قبل ما بقول ستة بقول ايه؟ يا رقية قبل ستة كام وبعد ستة كام؟ قبلها اثنين يا رقية لسه عاملينها، فين الستة على ايدك؟ خمسة خمسة، يبقى اللي قبلها خمسة. طيب وبعدها هزود على الستة واحد. يبقوا كام؟ سبعة. يبقى قبل الستة خمسة وبعدها سبعة. الستة خمسة وبعدها سبعة. برافو يا جودي. السبعة قبلها كام وبعدها كام يا جودي؟ قبلها ايه؟ قبل السبعة كام يا جودي؟ قبلها ستة. برافو. وبعدها بعد السبعة يا جودي ثمانية ثمانية. شطورة. الثلاثة يا رقية قبلها ايه وبعدها ايه؟ طلعي الثلاثة على ايدك. دول ثلاثة؟ ها شيلي منهم واحد عشان تجيب اللي قبلها. يبقوا كام؟ اتنين. يبقى قبلها اتنين. طلعي الثلاثة تاني، زودي عليهم واحد عشان تجيب اللي بعدها. يبقوا كام؟ أربعة أربعة. يبقى قبلها اتنين وبعدها أربعة. قبلها اتنين وبعدها أربعة. شطور. طيب رقم 10. طلعي 10 على ايدك. عشرة. برافو. شيلي منهم واحد عشان تجيب اللي قبلها. يبقوا كام؟ تسعة تسعة. يبقى اللي قبل العشرة بعد تسعة. العشرة قبل العشرة تسعة برافو. قبل العشرة تسعة وبعدها
طلعي 10 وزودي عليهم واحد. هزود عليهم واحد ازاي بقى؟ بعد ال10 بقول 10 ايه؟ بقول 10 ايه؟ بعمل 10 تمام. لا بعدها زودي عليها واحد مش شيلي منها واحد. بقول 10 ايه؟ 11 11. يبقى بعد ال10 11. طب آخر سؤال، ايه؟ الثمانية الثمانية قبلها ايه وبعدها ايه؟